هنأ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي المفوض الدولي للكشافة المدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي 43 محمد عمر بفوزه بعضوية اللجنة الكشفية العالمية، وحصلت مصر على 684 صوتا من إجمالي 1044 صوتا، وذلك في الانتخابات التي أجريت في إطار جدول أعمال المؤتمر الكشفي العالمي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 7 إلى 23 من أغسطس الجاري. وأكد وزير الشباب والرياضة على أن فوز مصر بعضوية اللجنة للمرة الأولى في تاريخها هو استمرار لدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية والشبابية وكافة كوادرها لتولي المناصب القيادية في مختلف الاتحادات والمنظمات الشبابية والرياضية العالمية لتعزيز القوة الناعمة المصرية والتأثير الإيجابي المصري عالمياً.